بنلخصها بهي المساحه عالم الطفوله يلي رح نتناول اليوم موضوع عن صعوبات التعلم الرياضيه وكيفيه تجاوزها باستخدام الوسائل يلي فينا نحن نصنعها بالمنزل بالتعاون مع اطفالنا. رح نحكي اكثر عن جميع الاساليب والطرق يلي فينا نستفيد منها مع ريما جحجح اخصائيه تربويه. صباح الخير ريما. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك ريما. اهلا وسهلا فيك. شكرا. بالحلقات السابقة تناولنا كتير موضوع صعوبات التعلم، ولكن اليوم نحن عم نخصص صعوبات التعلم الرياضية. خلينا نعرف المشاهدين شو هي صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هي اضطراب بعملية التعلم عند الطفل، ونحن حكينا أكيد مواضيع سابقة كتير عنا، لكن هالمرة حبينا أنه نحكي عن موضوع العمليات الرياضية لأنه كتير عم يعانوا الأمهات. لأ موسم مدارس طبعا، خاصة بالمدارس عم بيعانوا من مشكلات كتير كبيرة بالتعلم الرياضي. الحساب، صعوبة الحساب أو الديسكالوكيا نحن المتعرف عليه الاسم العلمي، هي خلل بالتعلم الرياضي الحسابي، إنه الطفل كيف بده يتعلم الأرقام، كيف يتعلم المدلولات، كيف بده يتعلم الرقم ومدلوله، الأشكال الهندسية، الآحاد، العشرات، حتى الأرقام اللي بيصير خربطة كتير بين رقم 2 أو 6 أو التالي أو السابق، هي المشكلات اللي بتعاني منها كتير الأمهات. فهون نحن بدنا نعطي طريقة للأم لحتى تعلم الطفل كيف طريقة تعلم الحساب، وبنفس الوقت نحن كيف نكتشف هذا الموضوع بالمدرسة. نعم، قبل ما نروح إلى الطرق الصحيحة وكيف فينا نحن نصنع أدوات فينا نعلم فيها أطفالنا، خلينا نحكي ونتطرق لموضوع كتير مهم بالبداية، أنه مو دائما صعوبات التعلم هي سلوك، ممكن يكون شيء مرضي، ممكن يكون في مشكلة بالسمع، بالنطق، بالرؤية. فاليوم نحن كأخصائيين لما الأم بتلجأ لعنا، قديش مهم أنه نحن ناخد هذا الطفل عند الطبيب، نشيك على دماغه، نشيك على السمع، النظر، تمام، النطق، وبعدين نلجأ ونسميه صعوبة التعلم. تمام. ليا بكثير مواضيع سابقة حكينا عن موضوع دراسة الحالة، وأكيد بذهنكم هذا الموضوع. ما بصير أنا كأخصائي فورا أقول أنه هذا عنده مشكلة صعوبة التعلم، خطأ. الام حتى نحن اجتنا حالات كثير بالنسبه حكينا مواضيع التوحد، اول ما بيشوفوا في شيء بفورا بتقول لك الام معه توحد، نحن لا، هذا خطا. صعوبه التعلم لازم يكون في موضوع اسمه دراسه حاله، بدنا نعمل نشره عن الطفل لنشوف شو المشاكل، ممكن حاله نفسيه، ممكن عم يتمارس عليه التنمر بالمدرسه، ممكن هذا الطفل ما عم توصل له المعلومه بشكل صحيح مثل ما قلتي حضرتك ليا، مشكله بالعيون، مشكله بالسمع، ممكن المقعد، مشكله طفل اطول من طفل ما بيخليه يتعلم. فهي المواضيع كلها بدنا نتداركها، لازم يكون في تواصل بين الام وبين المدرسة، بين الأم وبين المرشد النفسي الموجود بالمدرسة، وبين الأخصائي اللي أنا لجأت له قبل ما أدخل بمتاهة صعوبة التعلم أو أدخل بمشاكل وأنا شو بدي أشتغل أو أني أتنبأ لحالي. الطبيب ممكن يعطينا درجة بنظرة العيون، ممكن يركب لنا نظارة، ممكن يوصف لنا قطرة، ممكن حساسية العيون بتخليك ما تشوفي اللوح مغباش، حتى السمع ممكن عندنا بدرجات قياس المي اللي عم نعاني منها هلا بسبب الجريب الموجود بطريقه مو طبيعيه، حتى نحن عم بين الاطفال اول ما بتجيني الام بقول لها رجاء لعند طبيب اذن انف حنجره فورا، شوفينا في كياس مي عند الاذن، هي الكياس ما بتخلي الطفل انه يسمع بشكل صحيح. فهي المواضيع ممكن تقول لك ابني بيقرب بشكل دائم، طالما قلتي هي الجمله فورا بنلجأ للطبيب. نحن ما بنصير نحط اي برنامج لمعالجه الطفل قبل ما نعمل دراسه طبيه لها، بنعمل الدراسه الطبيه وبنشوف شو المشاكل وبنعالجها وبعدين نلجا الى الاضطرابات السلوكيه العائله بنحلل بنشوف شو المشاكل اللي عم نتواجه مع الطفل. بما عملنا الدراسه الطبيه ولقينا الطفل عنده صعوبات تعلم رياضيه، خلينا نحكي عن الاساليب اللي ممكن الام او المعلمه تتبعها لتجاوز هاي المشكله. اهم شيء نحن يكون في تواصل بين الام وبين المعلم. لما بيصير تواصل بين الام وبين المعلم بيكون نحن قطعنا نص الشوط. فلما بنروح لعند المعلم ممكن يبعث لنا رؤوس اقلام انه هذا الطفل ما عم يتجاوب معنا، علاماته المتدنيه. طبعا بدنا نربط بين موضوع، ممكن تقولي لي انت انه طيب هو بالحساب علاماته متدنيه لكن ببقيه المواد علاماته منيحه، اذا نحن عندنا مشكله، اكتشفنا وين المشكله الموجوده عندنا بالحساب. ممكن تجينا ام تقول لي صعوبات التعلم تتضمن كل
المراحل الأكاديمية يعني بيكون تتضمن إنه الحسابي والقراءة والكتابي والتعبير الكتابي. نحن بنقول لها لا، صعوبات التعلم ممكن تكون بجزء أو بعدة أجزاء، فهذا جزء هو متمثل بالعملية الحسابية، عرفنا المشكلة، وين المشكلة عند الطفل؟ ما عم بيعرف يميز الأرقام، ما عم بيعرف الرقم ومدلولاته، ما يعني ممكن بس إنه يشوف رقم، لأفترض رقم واحد يعرف إنه هذا واحد، بس لما نحط قدامه الخرزة ما يعرف إنه هذا واحد. الرقم السابق مثلا ممكن احنا نقول شو بعد، شو اللي ما قبل مثلا الخمسة، الطفل ممكن نحط الرقم قدامه لكن يا هل ترى ممكن يعطينا مكوناتها؟ هي كمان مشكلة عند الأطفال كثير بيعانوا فيها. أنا عم بحكي دائما على الأطفال الأقل عمرا، لأنه هون احنا عندنا الشريحة العمرية طبعا، يعني من عمر أربعة، من عمر أربع سنوات لعمر ست سنوات، من عمر الست سنوات لل 15 لتسع سنوات، وبعدين عندنا من التسعة لل 15 سنة. هون بيكون كل حدا عنده كل فئة عمرية بهذا المسافة هي بيكون عندهم مشكلة بشيء معين. نحن بنحكي من الأربعة لست سنوات عندهم مشكلة بمعرفة الرقم ومكوناته. الخربطة بين أو عكس الاثنين والستة هي كمان عندها مشكلة فيها بشكل دائم. فهون احنا كيف بدنا نبسط الموضوع ونعلم الطفل بشكل صحيح، وما الام تتوتر او يصير عندها موضوع انه هذا انه انا ابني ما رح يعرف يحسب، ما رح يعرف يجمع، واحد زائد واحد ما رح يعرف شو هو الجواب. نحن نتبع الاساليب التعليميه، التعلم عن طريق اللعب. نعم. خلينا نشوف سوا. هلا انا هون جايبي وسيله رح تكون شامله لكل شيء. أوكي. ممكن تتواجد معنا بالبيت. تفضلي. تمام. هلا نحن عم نحكي موضوع الاحاد. شو بدك تقولي؟ بدك تقولي الجدول ولا لا؟ لا هي عندنا موضوع الاحاد والعشرات والمئات والالوف، لحتى نحن بنحكي من الفئه العمريه من اربع سنوات ممكن يستفيد من الابتدائي. تفضل. للناس. تمام. طيب بهذا الوقت انا بس دائما بدي يعني عندنا استفسار دائما انه ليش بالانجليزي دائما الارقام بتنحفظ وبالعربي الارقام ما بتنحفظ؟ لانه نحن باللغه الانجليزيه بالاعمار الصغيره نتعلم عن طريق الغناء. هي خلينا نشرح. هي وسيله مشغوله بالروضه عندنا. شغل يدي عن طريق اللباد ومستخدمين فيها الايفا، وكثير شغله بسيطه بنقدر نعملها من الكرتون، وبنقدر نكتب الرموز كمان بالكرتون. احاد، عشرات، مئات، الوف. هي الفئه، هي الوسيله بتقدر تساعدنا من عمر اربع سنوات لعمر ما فوق التسع سنوات، عشر سنوات بضل المرافقه. طب هي انا كيف بستخدمها؟ هلا هي ممكن احنا دائما ليا حكينا انه بده يكون عندنا اطار وعندنا مكان محدد لنا. أوكي. لما نحن بنحطها طبعا هذا موضوع نحن مشان نبعد الاطفال عن الفوضى. تماما. نحن الخرز. تمام. هلا انا بهي الوسيله استخدمت الخرز. هلا هي الوسيله بالمونتسوري اسمها البنك. طبعا كل مدربات مونتسوري هلا او الروضات هلا هيك ما حيبينوري مع ال تمام ممكن نعكسها. لا ما ببين. احمل لك اياها يا عيني عليك. طيب هي الاحاد اللي بتضمن انه الخرزات مثل معنا بواحد اثنين ثلاثه اربعه، فهون الطفل بيقدر يميز. تمام. لما حطينا هيك الخرزه ما بعرف اذا هيك واضح الموضوع. هيك ولا تمام. هيك عمار ريحه هيك ولا هيك عشان تبين؟ ايه يمكن اذا حميتها. اوكي. اوكي تمام. 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 اوكي. هلا هون عندنا الاحاد. رح نحط الخرزه وحده. تماما. هون بتمثل معنى الاحاد، فهذا دائما بيكون محطوط بهون هذا العمود. اوكي. تمام. بيكون معنا ارقام. هون الطفل مثلا نفترض هون معنا رقم سبعه، نعتبر انه هو الاحاد. اوكي. فانا رح اطلب من الطفل انه يعطينا سبع خرزات، فهون تمثلنا تماما هيك اذا واضح، هون تمثلنا سبع خرزات. حطينا رقم سبعة والطفل هون بده يعد لنا سبع خرزات لحتى يحطها، فهون ربطنا الرقم شكل الرقم بمكوناته بمدلوله. جينا على العشرات. هلا هي الوسيله جدا سهله عند الام، اي موضوع خرز، اي موضوع، اي لعبه موجوده بالبيت بنقدر ناخذ قطعه واحده. هلا هون بتمثل معنا موضوع العشرات. كمان هذا الموضوع سهل انه يتصنع جدا بالبيت. نحن عملنا مثل فينا نعتبر انه سلك وفوتنا فيه عشر خرزات ليتمثل موضوع العشرات عند الطفل. تمام. فهون بنعدهم واحد اثنان ثلاثه اربعه لحتى يوصل عشره، ممكن نحط وحده، ممكن نحط تنتين، يصير معنا عشرون. تمام. هي عشرون، وهون الطفل حطينا بطاقه العشرون معه. اوكي. يعني هو عم يطابق البطاقات مع الخرزات. ما يعني شيء مدلول موجود مدلول العدد، فهون الطفل تيسر. طبعا عندنا بطاقات كثير نحن بنقدر نحطها. انا ما بعرف كيف بدي هيك.
حسب المستوى التعليمي للطفل بدنا نوصل له اياه. احنا موصلين معه، فنحن هيك مثلا لحظي ليا نحن 137. هلا نحن في البطاقات في شيء منه بالعربي ومنه بالانجلش، تمام. نحن مشان السرعه طبعا موضوع عملنا المئات، تمام. هي 10 عشرات، فنحن صارت معنا 100، نتفضل 200 نحط تنتين فوق بعض. فهون الطفل اللي معودنا عليها من البدايه، طبعا هي الوسيله بدها وقت كثير طويل لحتى نشتغل فيها ونعرضها، وانا عم بعرضها بشكل سريع. وهذا مكعب الالف، فهون وصلنا الطفل مفهوم الالوف. وبنحط مثلا 2000، بنحط مكعبين، 3، بنحط 3 مكعبات. ممكن هون تقلي الام طيب انا كيف بدي اعمل خرزات او سلك؟ نحن جبنا شغل الروضه، مكعب طبعا مشكور المس اللي اشتغلتنا اياهم الله يعطيها العافيه، من الايفا واللباد عملت مكعب. وطبعا بثقابه الورق دوائر دوائر، هو متعب جدا يعني انه طريقه عملها، بس شيء ممتع انك تساويه وشيء سهل من البيت. نرجع منذكر باي عمر نحن فينا نبلش؟ هلا حقيقه هي من عمر 4 سنوات بنبلش معها، طبعا من عمر 3 سنوات بنبلش بالاقل بالاحاد، تمام. بس نحن من عمر 4 سنوات لحتى لعمر 9 سنوات نستخدم هذه الوسيله، تمام. هي عندنا المئات وكمان العشرات بنقدر نعملها بخطوط واحده بس. هي الوسيله بتساعد الطفل انه يتعلم. طبعا عندنا وسائل كثير وعديده جدا، لكن انا حبيت اني سلط الضوء على هي الوسيله لانها شامله لكل الوسائل اللي ممكن نحكيها او نعرضها بالنسبه لتعلم العدد المفرد او الاحاد او الاحاد او العشرات. هون بتسالك ريما، عم تذكري عن او عم تقولي لنا انه فائده هي الوسيله للتعليم بالفئات المنزليه بالرياضيات، ولكن هل بتفيد بالعمليات الحسابيه؟ طبعا يعني بالزائد والناقص طبعا. هلا نحن لما نحط معنا نفترض انه حطينا واحد خرزي واحده وحطينا خرزي ثانيه، لما نحن بننزلهم للي يساوي طبعا عندنا مشكله بالمشكله الحساب عند الطفل، الاشارات كمان ما تطرقنا لها، الناقص والزائد واللي يساوي، هي الطفل كثير بيخربط فيهم وما بيتذكرهم بعد فتره بينساهم. فنحن لحتى نحطهم قدامه بنحط الخرزي واحد ومثلا الخرزتين من تحت، لما بنضمهم لبعض هي عملنا جمع، تمام. فهون بيساعدنا بالجمع وبيساعدنا حتى هي الوسيله بتساعدنا بالضرب بتساعدنا بالقسمه، نعم. لكن مثل ما عم قلك طريقه عرضها بدها لحتى الطفل شوي شوي بالتدريج، ما اكيد ما بتنعرض بهي السرعه اللي نحن عرضناها. طيب دائما يعني من نحن صغار متعلمين العد على الأصابع، وخاصه يعني ضمن المذاكرات او الحصات بنعد على الاصابع، اكيد ما في خرز بال طبعا بالف حصات. اليوم كيف فينا نحن كمان نمرق طريقه الاصابع بالعد مع هالطرق كمان؟ هلا نحن الاصابع ما بنقدر نستغني عنهم ابدا، وفي علم حديث جدا موجود يعني بالنسبه للحساب الذهني والازدماس ولا هي المواضيع كلها، حتى في انواع حسابات جديده يعني موجوده. ايام زمان بتذكر على دور بابا كان يعلمنا العد على الاصابع بين كل اصبع مثلا، انه كيف الاحاد وكيف العشرات نعدهم على الاصابع، اكيد هي طريقه قديمه كثير، لكن نحن ما بنقدر نستغني عن موضوع الاصابع. لكن عندنا مشكله هلا انه الطفل لما بيعد، هلا ذكرتي لي حضرتك بدايه هي 2 وهي 2، كيف بدهم يصيروا مع بعض؟ احنا لما بنعلم الطفل الذهن واللمس الاصابع، في شيء بنحطه بذهننا لحتى نشغل نصفي الدماغ مع بعض ويصير تشغيل للدماغ وتشغيل للمخ. دائما هي حركات رياضيه تعليميه للطفل وارتباطها مع اصابع اليد. فهون لما بنعد نحن بنقول اسنان، مو بالضروره نحط الاسنان هون واسنان هون لحتى يعد ويعمل هي الطريقه، اكيد كلنا بنتذكر احنا كنا صغار. لا، بنحط شيء بالدماغ، بنشغل الدماغ معنا وبنحط شيء على اصابعنا ليرتبط لحتى نشتغل على الموضوع الذاكره، لانه صعوبات التعلم هي مقسومه مثل ما حكينا سابقا لقسمين، شيء قسم اكاديمي وقسم نمائي. النمائي بتكون الانتباه والذاكره والحفظ، والاكاديمي بيكون الرياضيات والقراءه والتعلم بشكل عام. هون نحن ننتبه على موضوع الانتباه، الذاكره، نكون امورها تمام، ما في عندنا خلل باي عضو بالدماغ او عندنا مشكله دماغيه، هون بيكون ربط الموضوع صعوبات التعلم النمائيه مع صعوبات التعلم الاكاديميه، ما بيكون عندنا خلل لما بنشغل الدماغ. تمام، يعني طرق كثيره ولازم نركز بعمر او نبلش بعمر ال3-4 سنوات نعلمهم لاطفالنا، لانه بهالعمر اكيد الشيء اللي رح يلقطوه ما رح يلقطوه بعمر أبداً اكبر. التعلم في الصغر كالنقش على الحجر.
تمام. ريما كثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير لك ونهارك حلو يا رب. يسعد صباحكم.